تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم التموينية. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط أكثر من 85 طن دقيق أبيض بعدد من المخازن والمخابز السياحية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 59 طن دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، بالرغم من أنها محظور تداولها خارج منظومة الدعم، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها. خلال حملات أمنية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، كما تمكنت من ضبط أكثر من 119 طن مواد غذائية متنوعة بعدد من مخازن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة والغربية وسوهاج. قام مالكو تلك المخازن بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بأسعار السوق السوداء، ونجحت في ضبط كمية من الأرز الأبيض تزن أكثر من 39 طن. قام ثلاثة من مالكي ومسؤولي مضرب أرز ومحلين لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة والإسكندرية والدقهلية بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. وتمكنت من ضبط 20 طن أسمدة زراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. وضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 63 طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بسوهاج والمنوفية. كما تمكنت من ضبط 15 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص للمنظفات الصناعية بالشرقية. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 طن ونصف طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 20 طن ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان بالمنوفية، وضبط 34 طن ونصف طن لحوم ودواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقليوبية والجيزة والغربية والمنوفية.